هل العلماء كلهم مرضى هذا الشيء عندهم مختلفة؟ صعب ان نروج الافكار على العلماء. يا دكتور محمد بقول لك يا كلمه حق لا ابتغي بها الا وجه الله عز وجل. ترى من القدح في العقيده ان نروج للافكار اليهوديه النصرانيه غير المسلمين. فلو خرجت امراه ستعرف ما يترتب. انا لا اتكلم عنك انت، لكن لو رايت احد يصادف بالافكار اليهوديه يروج لها فاتق الله وناصحه حتى تلقى الله عز وجل وهي في صحيفته. لا تلقى الله عز وجل وفيها قياده المراه لمحمد بن زلمه. هو طبعا دكتور محمد، دكتور محمد هذا الكلام وجهه نظر نصيحه، انا كنت اتمنى ان اراها وجهه نظر تبين لانها مصادمه للعقل والشرع والفطره. انا كنت اتمنى والله لقائك حبيبي، انا كنت اتمنى لقائك والله، اتمنى لقائكم والله من زمان والله.